وإياكم إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض في قمة الجولة رقم 27. قمة أسمتها يصنعه الجمهور القوة الزرقاء للزعيم، وكذلك جمهور الذهب للعميد في هذه اللحظات وفي هذه الأجواء هنا في الملز، هنا في استاد الأمير فيصل بن فهد، هنا في قلب الرياض. هذه مواجهة منتظرة. الاتحاد هل يكون بطل الدوري؟ هذه عبارة انتظرها جمهور الاتحاد طويلا. الدوري أصبح أقرب بكثير مما مضى، حلم السنين الطويلة اقتربت رؤيته واقعا لجماهير الاتحاد ولفريق البرتغالي النونو سانتو. وبهذه الأسماء قروهي مدلع العليان شرحيلي عمر هوساوي حجازي أحمد با مسعود بالنسبة للشهراني، أمامهم عطيف كاريو الجوير مصعب ماريغا لوسيانو فيتو، وفي المقدمة إيديون إيغالو. مواجهة ما بين إيغالو وعبد الرزاق حمد الله. لالية للخلف وصلت عند المعيوف بطل نهائي الكاس، يرسل كرة مباشرة إلى أقصى الجانب الأيمن. سعود الكرة بتصل إلى الخارج. سعود كان أحد لاعبي الاتحاد في أس، صحيح أنه فقد اللقب الآسيوي لكن احتفالات جدة في الأيام اللي بالأيمن. روما الأيقوني معجزة الاتحاد بيحافظ على كرته، ينتقل مع مصعب إلى الجهة اليسرى فعلا ويصل ويمرر، وإيغالو بيحضر عند الشهراني، ما طالت على إيغالو بيحضر كرته. الكرة أصبحت أفضل من صنع في موسم واحد في عهد المحترفين بالنسبة للعميد. كرة بتصل، خطأ من نصيب برو عمر هوساوي في الجانب الأيمن. مدالله يتحرك للأمام حجازي في الجانب الأيمن، انطلاقة رائعة عند المعجزة الحية بمر الكرة إلى إيغور. التغطية حضرت، عادت الكرة من جديد، مدو باتجاه كورنادو تصطد في مصعب وتصل إلى خارج أرضية كورنادو. إيغور الأيقوني على تنفيذ الكورنر، منه يصنع كل شيء وكاد أن يفعلها حجازي. لتصل من جديد لمصلحة شرحيلي، أعادها باتجاه عبد الرزاق، يتقدم بوزريقة والكرة على لتحقيق حلم طال انتظاره. الاتحاد يعيش أجمل أيامه مع أبوي فيصل وعصام، مع أنمار وكعكي صانعي الاتحاد الحديث. كرة بتوصل على طول، فيها انطلاقة حاضرة وتتمرر، تحول الكرة جول. يا يصنع المستحيل، نعم الأيقوني كورنادو إيغور من العدم يصنع المستحيل. الاتي يتقدم، حلم طال انتظاره لجمهور الذهب. هكذا يكون الدوري أقرب بكثير مما مضى. الله على الولتو، أبد ما فيها تسلل، الله على قذوهات بين إيغور والصاطي. السطو على مرمى الزعيم بدا عن طريق إيغور. إيغور كورنادو بدا عن طريق اللاعب الذي من العدم يصنع الحدث ويصنع المستحيل. لقد صنع الحدث. أليتي يتقدم، أليتي حاد 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 في الدقيقة الثامنة ينجح بتسجيل الهدف الأول. يا إيميليانو، هكذا كانت الكرة اللي تقدم من خلالها الهلال. كان يطالب بوجود خطأ في هذه اللقطة، مكاتفة طبيعية والهدف يحتسب. الاتحاد يتقدم، الاتحاد يتقدم إلى الصدارة أكثر.
يتقدم إلى النقطة 65. الاحتفالات في استاد الأمير فيصل بن فهد هنا في قلب الرياض. كان كورنادو في قلب كل عاشق اتحادي، تقدم مع الساط خذوهات ونجحت المهمة التي قادها وأنهاها كورنادو. كورنادو هكذا يعلن ويتقدم في هذا الملعب. تذكرون تياغو نيفيز بهاتريك في تلك المباراة، وهو بالمناسبة مع كارلوس إدواردو هدف في هذه المواجهة. الكرة عند البلاهي مرت وفاتت وروما والمعيوف، الله على الإنقاذ. من بعدها الاتحاد لم يحقق اللقب، كان قبلها بأيام قليلة قد توج وعلى حساب الهلال وفي الدرة بهدفي هزازي وبوشك. الكرة بتوصل فيها إنقاذ أيضا ومدرجة هدف عن طريق إيغور كورنادو، ومدرجا يعزف لحن الكرة إمتاعا، لحن الكرة. هذا واحد من الألحان الجميلة، لقد عزف والكرة فيها فيها بطاقة صفراء. لقب الدوري أصبح أقرب من أي وقت مضى، والأقرب دائما أقرب. روما ورفاقه، الله المعيوف عادت للعقرب، العقرب دائم أقرب. الكرة على طول كاريو، جميلة جميلة جميلة، وقفت الجمهور الأزرق. الكرة تتحول حجازي، عادت من جديد. مواجهة التاريخية رقم 30 في عهد دوري المحترفين، هكذا حولت الكرة. أوف، الكرة بترسل من جديد لمصلحة الهلال. بليه يحاول وصول قبل روما، روما وصل وحضر الثاني، الإبعاد من المعيوف. الكرة بتضيع يا عميد. في السنوات الأخيرة على الاتحاد وكذلك حتى في المواجهات الآن يحاول إلى مصعب بمر كرته من جديد، يبحث عن مساندة. خذوهات، تقدم، جميلة هلالية. قروهي ينجح، ما طالت عادة لفيتو، والقروهي واحد. عندما يتعلق الأمر بمس شباك الاتحاد يظهر أمامك الكثير من قروهي. لقد نجح الحارس، عندما قلت أنه أفضل حارس مرمى وضعت أقدامه ملاعبنا. كرة بتوصل على طول من جديد، إيغالو بخذوهات يحاول ماريجا، خطأ على موسى والخطأ. ركو، سؤالا لكم قبل أن ينتهي الشوط الأول، من يجيب؟ الكرة بتوصل على طول في الجانب الأيمن، كروهي، الله على التغطية. وبعد ذلك من إيغالو، خامسها، بينما الاتحاد لم يخسر إلا مرتين من أمام الهلال والتعاون. الآن الكرة بتصل من البليهي والقروني الوطني في 2003، تذكرون ضد الأهلي 3-2 في المباراة النهائية الشهيرة في الدرة. في 2009 كالديرون الأرجنتيني كان آخر ألقاب العميد. الكرة في الجانب الأيمن إلى روما، طبعا هناك بيدرو البرازيلي في 2000 وتشيزنو قديما. الآن الله، قديما وحديثا، الحديث للتسعينك يحتفل الآن وصاحب القميص 95 أحمد بها مسعود يعطي السعادة. الله يا عميد، من انتظر سقوط الاتحاد؟ ألم ينهكك الانتظار؟ ألم ينهكك الانتظار؟ ألم ينهكك الانتظار؟ إذن لقد أنهنك، لقد أنهكك. إذن عليك أن تستمتع، استمتع بهذه الكرة الاتحادية الجميلة. الله يا ساطي، روضها على صدره وحضرها البا مسعود وأعطى السعادة الثانية لعشاق العميد هنا في الملاذ وهناك في جدة. العميد
أقرب من أي وقت مضى. يا هلالية يا هلالية، الشيء الوحيد القادر على إيقاف الاتحاد من تحقيق الدوري عشاق التسعين الوقور. الآن في الجانب الأيمن الكرة بتصل من جديد، الكرة بتبعد جاي بتركيز عالي وغير عادي في هذه العاصمة، وفي قلب العاصمة يتقدم وينجح بإعطاء السعادة. الصوتي يقدم مباراة رائعة، الهداف يتحرك ويمرر ويتحرك من جديد، الصوتي بيرسل كرة أبعدت من إيمان لدى كورنادو، إيغور بحظ الكرة عصلت إلى بامسعود صاحب الثاني ويبغي الثالث بيحضر، وصلت إلى أحضان بعد 2009. كرة بتصل من جديد في الجانب الأيمن، عالية تتحضر وتتحول. وعدا نجد إجابة منكم، من الله الله. الآن كرة بتصل لمصلحة عطيف كاريو، يا السلام على كرة، الله الله يا عمان وشرحيلي مع الهلال. عندنا ركلة زاوية هلالية، هل يعود إلى أجواء الكلاسيكو، إلى ذاته، إلى تاريخه، إلى المواجهات؟ الكرة هل دخلت؟ هذه الكرة المثيرة للجدل، هل كان لربما هل نجحت اليد المستحيلة من حماية شباك الاتحاد بهذه اللقطة الأسطورية بالنسبة لمارسيلو؟ الكرة اللي الزاوية لم توضح بالشكل النهائي، يجب مراجعة هذه توضح كثير. وهي اللقطة المتعامدة مع القائمين ربما لم تكن بكامل، لأن الأرجنتيني فرناندو سيحتسبها. نعم سيحتسبها هدف. لقد سجل الهلال هدف، لكن الفيار رأها سهلة وقررها وقرب الصورة وأعطى العلامة الزرقاء. الهلال يقلص، وإيغور كورنادو الأيقوني كاد أن يفعلها. 45 دقيقة انتهت، إنها مباراة مثيرة وفريدة وجميلة، لقد حضرت إثارة ومتعة. أولها هذا عالية باتجاه إيغالو، حالة ارتباك عند الاتحاد، لوسيانو فييتو يكسب خطأ، هل ذات عندما تعرف أن جروهي في المرمى؟ لوسيانو، الله يا فييتو، الله يا ابن التانجو، الله على كرة أرسلها باتجاه البرازيلي، أرسلها، لكن من أنقذه منها هو القائم. لقد مرت فوق حجازي وكورنادو وتابعها وكان محظوظ، يفي بوعوده في شوط واحد كلاسيكو الإثارة والمتعة والقوة والأهداف والأهداف. الله يا غني على وقع ألحان المطر والكرة، كلاسيكو يشبه جمال الليل في أجواء وإثارة، شوط رائع للغاية، هدفين للاتحاد وبداية فريدة ورائعة. كورنادو تقدم، يتابع ما يفعله ابنه، يتابع ذلك من الأرجنتين. كرة بتوصل وخطورته وانطلاقاته، وهو يحب الأجواء الجماهيرية. الآن كرة خطيرة والصوتي أقرب لها، راعي المازة في ثمان، بينما جروهي لعب سبع مباريات ضد الهلال فاز في واحدة، لكنه الآن باتجاه الثانية. نرى الصوتي بهية وعالية ورغبة، والكرة تبعد على طول للهلال حتى هذه اللحظة. هكذا
برونو هنريكي حول الكرة قرب المسافة، واليد المضمومة لا تمنح الاتحاد أي شيء في الدوري من بداية الموسم. نعم، لأن البرتغالي فيتوريا مع النصر نجح بتحقيق الدوري، لكن كان من الجولة 14. من البرازيلي إلى الأرجنتيني، وصلت إلى الفرنسي موسى ماريغا، يتحرك ويرسلها خطيرة، والتغطية أخرى لوسيانو فييتو. الهلال يقدم مباراة هجومية في هذه اللحظات، مصعب يسدد إنقاذ من عمر إلى رقاب هدفين مقابل هدف. ببساطة من يرى المباراة يشعر بذلك. روما يحاول رومارينيو، كرة ما زالت وما طالت ما طالت. الله جميلة يا مدو، مدى الله مشاهدة لقطة الفي ار في هدف مصعب الجوير. الآن قالوا دخل الصندوق، الكرة من جديد ما زالت إلى ميشيل، يتحرك مرة أخرى هذا المجنون الكروي بهذا التقدم وبهذه الصدارة وبتحقيق لقب الدوري على أعتاب العالمية. من جديد كرة، النصر الآن يتقدم على الطائي بهدف مقابل لا شيء في هذه اللحظة. طول عند ياسر الشهراني، هجوم هلالي الآن، هجوم هلالي من الجهة اليسرى، ميشيل الكرة بتبعد، ميشيل كرة من ياسر، الكرة تحضرت خطيرة وقروهي ينجح بالحصول عليها، وقع أرضا. إيجالو كاد أن يصل، لقد وصلته كرة من بين دفاع الاتحاد، كيف حدث ذلك من أمام حجازي؟ كان أقرب إيجالو، النصر مرة من أمام النمر، ولكن تسجل لهؤلاء لأول مرة في الكلاسيكو. على طول بالرأس من ماريغا، إيجالو سريع وخطير، وصل للكرة، بقي حجازي، تحضر ميشيل فييتو، أوهو جزء من كروهي ودفاع الاتحاد. الآن فييتو إلى مصعب، مصعب إلى لوسيانو، قصيرة على فييتو، ذهبت على طول. تحضرت إيغور كورنادو الأيقوني، يتقدم، يقطع أكبر مسافة، يتحرك، يحافظ على كرته، سعود بسرعة أكبر وبذكاء، سعود بمر كرة، إيجالو مع ماريغا وكرات، الله حجازي لقطة تغفر له ما كان من الخاصة. يتقدم الساط الآن، يدخل الصندوق، الله على ياسر الشهراني، نجاح في إيميليانو دياز، كرة على طول من جديد، كورنادو بالكعب، لوسيانو فييتو، عالية خطيرة جدا، مان ميشيل الكرة، فييتو الإنقاذ، وبعيدة من كنو، بعيدة 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 من كنو. يا لها من هجمة، يا له من حصار، يا له من هجوم، يا له من ضرب هائل الآن من ميشيل الهائل، نجح بالتسديد، أنقذ الدفاع. أي والله طال انتظاره 14 عام، الآن خروج في هذه اللحظات لأحمد بامسع الكرة من جديد. الآن ميشيل، ميشا بيحا، يا الله يا الله يا الله على هذا، ميشيل الإعصار يحاول ويمرر، إيه قالوا يقع عرضه، الكرة عند حمدان والتغطية أمام حمدان، وخطأ يكسبه حمدان. فارق بعد الدقيقة 38، هدفي الاتحاد، هل تزيد هل تزيد روما؟ أوه ذهبت يا معجزة الاتحاد الحية. نأخذ الهلال الكرة ما بين ميشيل وياسر، عطيف يطلب الكرة، ميشيل يفكر بالمرور، فييتو، أمر الاستمرار باللعب
الأرجنتيني رابينيلي. حمد مد الله لاعب صراحة لاعب استغل الظروف. الآن هي يا 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 لو فقد نقاط المباراة الاتحاد يا روما لا تلومنك إلا نفسك. كرة هدف ضعها أينما تريد وفي أي مكان. الزاوية الكبيرة هناك تقول لك ضعني بها. لقد انحرفت الكرة. وحضورا لوقورك وهيبتك ورغبتك لنادي الاتحاد. حقيقة الاتحاد يعيش أجمل أيامه ويقدم الفوز حتى الآن. الآن يا عبد الرزاق كادت وكاد أن يكمل أجمل لحظات الكلاسيكو وهو يتقدم ويتوغل ويحاول، ولكن كرة عبد الرزاق ذهبت بعيد. سلامة وقوع على أرضية الملعب. هذه الكرة اللي حولت باتجاه عبد الرزاق حمد الله كانت في غاية الروعة وكانت فرصة لمصلحة عبد الرزاق حمد الله. يحاول المرور، أخذ الأول لم يأخذ. الكرة فيها خطأ على البلاي. الأمر كذلك لسيرجيو بالتساوي. كرة بتصل من جديد، خطيرة جدا. الدفاع كاد أن يفعلها في جديد. مدو يحاول كرة باتجاه هيلدر كوستا. نجح المرور من أمام إيجالو ويتحرك مرة أخرى ويكسب خطأ. هيلدر الأحداث في هذا الموسم. كرة بتصل من جديد بالرأس حمد الله. كرة إلى الخارج. الاتحاد هو الأحق، هذا هو الحق فنيا وعرضا. تصل من جديد لكن الكرة غدارة، الكرة غدارة. الشهري بيحاول والكرة إلى خارج أرضيها. الآن الكرة بتصل، ما طالت على إيجالو بيحصل كرته. الكرة بتصل من جديد وتتحضر، خطيرة والإنقاذ من عمر. الله يا عمر ظهر في الوقت المناسب. ألم أقول لكم عندما يتعلق الأمر بشباك الاتحاد يصبحون كلهم جروهي. الكرة تعلو مرمى جروهي. رغبة الاحتفال يوم الثلاثاء، كيف سيكون مشهد الجوهرة؟ المعيوف ينجح في إنقاذ الموقف. دل بدوري غاب 14 عام. الاتحاد شوف روما كيف يركض. الآن الكرة من جديد، الكل يحمي مرمى جروهي. الكرة خطيرة والكرة وين؟ جول. دخلت. الكرة تبعد، لم تخرج، لم تدخل. الكرة عادت إلى كنو. أي حصار يقدمه الأزرق. الآن الكرة ما طالت والبريك بيحول وعمر ينقذ. والكرة من جديد، عادت من جديد والكرة تبعد. همارة لكن نعم. لقد دخلت حولي وحوالي جمهور الهلال يسألوني إن كانت دخلت. نعم. لحظات سيحتفل جمهور الأزرق. يا له من جنون. نعم. هدف. لقد دخلت. الكلاسيكو يظهر فيه الزعيم، كبرياء الزعيم. إنه ميشيل في هذه اللحظات وفي هذه الكرة. الإعصار ميشيل. الإعصار الذي دائما ما يزعج الاتحادية. هدف يسجل في هذه اللحظات بقدم قد دخلت. هو الآن ما الذي يحدث في هذه اللحظات وفي هذه الصورة؟ هل كان ميشيل من سجل أم لا؟ سنرى كيف قالوا. وفي الإياب
في الثانية الأخيرة أدرك التعادل. نعم الإعصار ميشائيل، الإعصار ميشائيل أعطى الفرح أعطى السعادة. الهلال المعيوف وباقي الملعب ميشائيل، الهلال المعيوف وباقي الملعب ميشائيل ميشائيل ميشائيل، شال الهلال في اللحظات العصيبة ويجعل الفارق من 5 في هذه اللحظات إلى 3 إلى 3. هكذا هو السيناريو. الجوهرة هل تنسون كلاسيكو الشباشب كانوا يلقبون الزعماء؟ يعودون الكلاسيكو من جديد. الكرة بتبعد، جمهور الاتحاد غاضب، الهلال يقدم مباراة كبيرة. عنفوان كعاداته وتقاليده في الكلاسيكو، نجح الهلال بإدراك التعادل والاتحاد بقي في الصدارة، ولكن الأجواء تجعل من الدوري لن ينتهي إلا في اللحظات الأخيرة. ميشائيل الإعصار جعل في هذا الملعب ذكرى لا تنسى. مباراة الإعصار مشدودة جماهيرياً ومس